السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام دكتورة. أوكي. ذاك الكونفرنس ما راح ندخله، راح نبلش هنا. أوكي. تمام دكتورة. تسمعوني يا عيني طلاب؟ نعم دكتور أنا سمعت. تطلع قدامكم صورة المحاضرة لو لا؟ لا ماكو شيء. المشكلة دا أسوي شير مدى تطلعتكم. Support the document, please select an image or PDF document. Okay. المحاضرة مدى تطلع قدي ما أعرف ليش يقول لي not supported. الثانية راح أحكي لكم إياها، هي المحاضرة موجودة عندكم صح؟ أي بلي دكتورة. أوكي يعني صراحة ما راح أقدر أسوي لكم إياها يعني شير للسكرين، بس راح أحكيها أنتوا يعني راح تكونون مستمعين، أو إذا أحد يقدر يسوي لنا يعني من الحاسبة يسوي لنا سكرين للشاشة حتى أحكي لكم إياها. زين دكتور بس خلينا نحكي على صلاح ونشوف بلكة يعرض لنا اياها من يمه. زين نشوف الفيديو كونفرنس اللي انتم سويتوه بلكة الله سبورتد، لان انا صراحه مدى يقول لي نوت سبورتد، ما اعرف دا اسوي شير للسكرين يقول لي نوت سبورتد، ما اعرف شنو المشكله. ثاني محاضره يعني موجوده عندي بس مدى تطلع عندكم. دكتور نجرب ليش لا؟ يلا اوكي، بس هو هذا كله من الوقت. دكتور عسر يا لعاد شو نسوي؟ يلا اوكي. راح ادخل على الكونفرنس هذا اللي دزيتوا لي الرابط. تمام. اوكي. ها انتوا هاي دازي لي هم ماتي الرابط مال زوم. هاي نفس الشيء. دكتور العفو هو نفس هذا الرابط، بس دقيقة انا الصراحة احاول اسوي شير. بس سوي له شير للمحاضرة ولو زحمة عليك. بعيني دكتور ان شاء الله. اوكي. ها اوكي رحمت لو لا زين شلون اتصل حي لاحد الطلاب ولا شوف بس واضح دكتورة. انتوا طالعتكم الشاشة؟ بلي دكتورة طالع. اوكي يلا راح نبلش ان شاء الله. هو السيشن مالتنا اليوم هو السيشن 3 الريبرودكتيف سيستم بيوبرتي اند ابنورماليتيز اوف منستريشن. طبعا the objective of this objectives of this lecture describe the sequences of physiological and anatomical changes that occur in male and female at puberty,
Describe the mechanism underlying such changes at puberty, the hormonal changes that lead to feature of the menopause, and the advantage and disadvantage of hormone replacement therapy, and describe the common menstrual dysfunction and how, in principle, they may be assessed and managed. بالبداية راح ناخذ the physiological and anatomical changes that occur in male and female at puberty. طبعاً دا تشوفون بداية السطر the sequence. من اسم the sequence معناتها هذه changes occur in sequences، يعني ما يصير نقدم واحدة على الثانية، لأن هي physiologically تصير بالتتابع واحدة وراء الثانية. The primary sexual characteristics are established before birth, but the reproductive system is inactive until the puberty. يعني ال assignment of the sex and the secondary sexual character هي موجودة at birth أو حتى قبل ال birth. بعد ال fetus هو intrauterine. But it is remain inactive, أو هذا reproductive system remain inactive until the time of a puberty. Age at which a puberty takes place varies. But girl began and end the puberty before boy. يعني إنه the sign or sequences of physiological and anatomical changes of a puberty occur in girl earlier, but at the same time end earlier than boy. The changes in male at puberty عادة began. عفوا السلايدات. إحنا هسا خلصنا. هسا إحنا هذا بعدنا بالبداية. بداية بعدنا وراء الأوبجكتيف وصلنا للسلايد اللي بعده اللي هو دا نحكي عن السيكونسز of the physiological and anatomical changes that occur in male and female at puberty اللي هو سلايد رقم 4. أوكي وياي؟ نعم دكتورة وياس كملي. أوكي the changes in male at puberty began at age of 9 and end at age of 14 years. These include, هذه تحفظوها in sequences مثل ما اتفقنا, genital development followed by pubic hair growth, اللي هي انصح لها adrenarch, then spermatogenesis begins, وراها growth spurt about 10 cm per year, genitalia like adults and pubic hair like adults. هذه اللي هي changes اللي يصير بالميل at puberty ومثل ما اتفقنا تبدي بعمر التسعة وتنتهي بعمر الأربعتاش. هسه next slide slide رقم 5. The changes in the female at puberty began احنا مثل ما اتفقنا تبدي earlier وتنتهي earlier يعني تقريبا تبدي سنة before boy at age of 8 and أيضا سنة earlier than boy يعني تبدي بالسنة الثامنة أو بعمر الثمان سنوات وتنتهي بال 13 years. أيضا هذه changes occur in sequences. These include breast bud اللي هي نسميها التلارك اللي هي the first sign that puberty has begun. يعني أول علامة من علامات البيوبرتي بالفيميل هي development of the breast bud أو نسميها التلارك. Pubic hair growth what is called adrenarch, growth spurt about 10 cm per year اللي هي شوية أقل من الميل, onset of menstrual cycle اللي هي المينارch, pubic hair like an adult and breast like adults. Okay, next slide, slide رقم 6. Okay, طلعتكم طلاب؟ تسمعوني؟ إيه دكتور طلع. The mechanism underlining such changes at puberty. يعني ليش شنو الميكانيزم؟ إحنا اتفقنا قلنا هذه ال sex assignment والreproductive system هو يبدي at birth. بس يبقى inactive until the time of a puberty. زين ليش بصير at the puberty يصير له activation؟ شنو هي الميكانيزمز behind this activation؟ ال puberty under hormone control. The start of a puberty is associated with a steady rise in FSH and LH secretion. Therefore, the brain initiates the puberty. يعني راح يصير maturation للhypothalamic pituitary ovarian axis at the time of a puberty. بالبداية channel secretion of gonadotropin اللي هي FSH of LH يكون قليل و inactive. بس من يبدي مرحلة البيوبرتي يبدي steady rise in FSH and LH secretion.
therefore the brain initiates a puberty. وهسه راح ناخذ من الابنورماليتي اوف بيوبرتي هي بريكوشس بيوبرتي اللي تصير بعمر اوكت سببها اكفد ابنورماليتي بالبرين ممكن تيومر ممكن انفكشن راح يسوي what is called precocious puberty. The pulsatile GnRH secretion lead to rise in FSH and LH. يعني معناتها البداية تبدي من الهايبوثالاموس راح يصير pulsatile secretion of gonadotropin. هذه راح يشتغل على anterior pituitary راح يحفز لنا FSH and LH secretion. The rise in GnRH should be the reduction in the sensitivity to negative feedback by steroid. Or more likely due to maturation of central mechanism. يعني maturation للhypothalamic ovarian axis وراح شنو تقل السنسيتيفيتي to negative feedback by steroid على GnRH وبالتالي راح يصير pulsatile GnRH secretion وبعدين راح يشتغل على anterior pituitary ينطينا FSH and LH وتبدي البيوبرتي. Next slide please اللي هو slide رقم 7. Okay شفتوا؟ نعم دكتورة كملي. أوكي. هسه راح نأخذ علاقة البودي ويت بال starting of puberty. هواية يجون مثلاً بنات بعمر اللي هو عمر السبع سنوات أو عمر الثمان سنوات يعني أمهاتهم خايفين من sign of puberty. طبعاً هذه إلى علاقة بالبودي ويت يعني إن يزداد البودي ويت راح تكون البيوبرتي earlier. The body weight is the most important factor in timing of the puberty. A critical weight is 47 kg for menarche. يعني إذا وصلت الجيل بعمر خلينا نقول حتى مرات قبل البيوبرتي قبل الأيج مال البيوبرتي اللي هو مثل ما اتفقنا الأيت يير إذا صار كانت overweight وزنها فوق هذا الرقم ممكن start menarche وتبدي earlier puberty. If the body weight fell significantly below this, their productive cycle ceases. يعني هنا إنه لقوا إنه أكو علاقة ما بين الليبتين اللي هو موجود بالأديبوس تشو والinitiation of puberty. يعني كل ما ازداد الليبتين هو موجود بالأديبوس تشو. كل ما ازداد الليبتين كل ما يكون early initiation of puberty. On the other hand, كل ما قل الليبتين كل ما راح يأخر البيوبرتي أو بعض الأحيان هي بادية. وفجأة يوقفها. دول هسه نشوف الدانسر اللي هما الباليه دانسر أو اللي عندهم excessive exercise عادة ما تصير عندهم علامات البيوبرتي earlier. يعني تشوف البريست ديفلوبمنت كل رادمنتري شوف يتأخر عندهم المينارك لأن لقوا إنه علاقة الليبتين اللي هو موجود بالفات بالinitiation of puberty. The growth spurt start weight is 30 kg for girl and 55 kg for boy. ها بالنسبة للgrowth. Growth يعني لما توصل للبنية 30 kg تبدي علامات الgrowth spurt. قلنا تزداد about 10 cm per year بينما الboy أو about 10 cm per year. يعني يزداد الطول. زين. In Western countries, puberty is much earlier. ليش؟ لأن children bigger and the average age of menarche was 17. قبل 200 سنة بينما هسه صار بعمر 30 يعني لأن زيادة لأن اللايف ستايل تغير هسه تشوف إنه غالبية الويسترن كانتريز يعانون من الأوبيزيتي ومن الأوفر ويت فلقوا إنه لما نقارنه قبل 200 سنة لما كان البودي ويت مالتهم ضمن النورمال المينارتي كانت بعمر 17 يعني بعمر 17 قد الجيل عندهم بينما هسه نتيجة إنه الأوبيزيتي كلش صارت شائعة لقوا إنه هسه المينارتي الأفرج إيج هو 13 يعني إلى 13. أوكي النكست سلايد اللي هو سلايد رقم 8. أوكي واضح قدامكم السلايد طلاب؟ واضح دكتور. أوكي هسه ال أحد الساينز أوف بيوبرتي هو الأدرينارتي. من اسمها الأدرينارك يعني إلها related to the adrenal hormones أو adrenal androgen. Pubic and axillary hair هي dependent on adrenal androgen لذلك يسموها أدرينارك. طبعاً هذه الأندروجين طبعاً الأندروجين بالميل من الأدرينال ومن من التستوستيرون اللي هو موجود بالتستيكل بس بالفيميل mainly from the adrenal gland.
بعد اللي وراها عندنا الجروث سبيرت occur in both sex but it is earlier and shorter in girl. يعني هواية هسه نشوف ببياتنا أو أمهاتنا يقولون البنية تشب أو كت من الولد. هي بالحقيقة إنه العلامات البيوبرتي تبين عند الجيل earlier وتكون أسرع، بس هي بسرعة تخلص. يعني تبدي بعمر الثمانية بالثلاثة عشر البنية تبدي تأخذ الشكل النهائي اللي راح تبقى به لحد ما تكبر، بينما البوي لا يتأخر يعني وراها سنة مرات، يعني بعمر التسعة أو مرات حتى بعمر العشر سنوات وشوية تطول، يعني يعبر له 15 مرات وهي بعدها علامات البيوبرتي عدة. Men are larger as growth spurt is longer and slightly faster. طبعاً growth spurt depend on growth hormone and steroid in both sex. Ended in both sex by epiphyseal fusion. طبعاً الاستروجين هو المسؤول عن closure of epiphyses اللي هي بالبون. الاستروجين close epiphysis earlier in girl and the estrogen is needed to initiate a growth spurt but once the level reach a certain point it causes the epiphyseal to fuse. لذلك انه بالبدايه لما تبدي ال FSH عند LH طبعا احنا قلنا يصير بلساتايل جي ان ار اتش ريليز راح يشتغل على الانتيرير بيتيوتري وراها راح يشتغل على الاوفري. الاوفري تبدي تنطينا استروجين عند بروجسترون، هي هذه اللي راح تحفز البيوبرتي عند الفيميل. لما توصل عمر معين او يوصل certain point الاستروجين ليفل راح بعد ما راح يصير growth spurt، راح يدور يشتغل بالعكس، راح يسوي closure للابيفيسس. لذلك هذول اللي عندهم precocious puberty يعني تبدي قبل عمر 8 سنوات راح يكونون short stature. ليش؟ لان مرات بعمر ال 12 او بعمر قبل ال 13 يصير closure للابيفيسس وبالتالي بعد ما تطول البنيه. زين بالبدايه بدون كلش طولهم يختلف عن اقرانهم، يعني تشوف مثلا بالمدرسه تجي هواي نسوان تقول بنتي اشوفها اطول عمرها 8 او 7 سنوات بس اشوفها كلش طويله اطول من جماعتها. هذه صارت early initiation لل جي ان ار اتش و early puberty او precocious puberty قبل الموعد مالتها. بس بعدين هذه من تعبر لها سنتين ثلاثه البنيه راح تشوفها تصير تبدا تصير اقصر من اقرانها. ليش؟ لان راح يصير عندها بريماتشور كلوجر اوف ابيفيسس مال اللونج الابيفيسس اوف لونج بون خاصه الفيمر والارم، وبالتالي ايش راح تكون؟ راح تكون قصيره اقصر من اقرانها. بعد النيكست سلايد، سلايد رقم 9 شفتوا السلايد طلاب؟ واضح دكتور. اوكي التيلارك، التيلارك اللي هو breast development أيضا تعتمد على الاستروجين، وعندنا الميل جينيتيلا development depend on testosterone. هذا المفروض تعرفون إنه pubic hair and axillary hair هذه mainly depend on androgen بالميل من ال adrenal ومن من التستوستيرون اللي هو من التستيكل. بالفيميل ميلي على الأدرينال. الجروث سبيرت يعتمد على الجروث هرمون. التيلارك أو البريس ديفلوبمنت ميلي يعتمد على الاستروجين. الميل جينيتيليا ميلي تعتمد على التستوستيرون. هسه راح نجي إلى تانر ستيج، سلايد رقم 10 بليز. تانر ستيجينج، تانر ستيجينج هذا فد واحد يعني عالم سوى ستيجينج للبيوبرتال ديفلوبمنت and the stages of اللي هي تشمل the breast, the genitalia and the pubic hair development ويسموها Tanner staging وتبدي من 1 إلى 5. هسه بليز سلايد رقم 11 إذا واضح قدامكم. واضح يعني؟ اوكي يعني هسه قدامكم بالشاشه سلايد 10 و11 حتى اشرح نسويه. إيه لو بس 10 لا هو بس هذا العشرة مالت البريس ديفلوبمنت بس العشرة. اوكي بالنسبه للبريس ديفلوبمنت تشوفون الصوره الاولى هسه هي الانتيرير واللاترال فيو. بي يعني كلمه بريست، 1 يعني هذه تانر ستيج 1 فور بريست ديفلوبمنت، هذه يصحوا لها بري بيوبرتال يعني هذه بعتي تشايلد صغيره. من تبدي بعمر الثمانيه قلنا احنا اول ساين هي البريست بود، راح تبدي يسموها تانر ستيج بي 2
two. P يعني مختصر كلمة breast، أول كلمة من أول حرف من كلمة breast two يعني تانر stage two يسموها breast bud، تبدأ عبارة عن bud. ال three يسموها juvenile smooth contour، تبدأ شوية increasing بالsize of the breast. بس بعده development of areola and papillae projection of the breast هتبدي بالترنر stage 4 اللي هي تبدي الاريولا. بعدين لما توصل stage 5 او ترنر stage 5 يرمزوا لها بالرمز B5، هذه راح تصير يسموها الادلت breast. بالنسبه للبيوبيك هير development الاول طبعا pubic hair PH يرمزوا لها، P من كلمه pubic و H كلمه hair، هي نفسها الـ changes اللي يصير بالميل وبالفيميل. طبعاً الـ pubic hair 1 اللي يصحوا لها pre-adolescent أو no sexual hair، ماكو hair، هاي like a child. من تبدي pubic hair 2 أو tanner stage 2 راح يصير الهير يكون spare, pigmented, long, slightly straight العفو and mainly along the labia and base of the penis، يعني بالfemale around the labia وبالmale around the base of the penis، هذه يسموها الـ Tanner stage 2 بالنسبة للـ pubic hair. لما نروح للـ Tanner stage 3 اللي يرمزوا لها بالرمز pubic hair 3، ايش راح يصير؟ راح يصير الهير هناك شي يكون الهير long و straight وصحيح pigmented بس مو dark، هنا راح يكون dark ويكون coarse and curlier يعني يكون أكثر curly الهير. نجي للتانر ستيج 4 اللي نرمز له بالرمز PH يعني من كلمة pubic hair 4 يعني تانر ستيج 4، راح يبدي الدور يتوسع الهير filling the out toward the adult distribution، راح يكون أكثر يعني هناك قلنا around the labia شوي شوي يصير يعني ياخذ شوية مساحة أكبر، لا النوب راح يصير filling towards the يعني صار like adult pattern. بينما من نجي للstage 5 يصير adult inequality and type and separate، مرات يروح للthigh email يروح للmedial thigh خاصة بالmail. نجي بالنسبة للdevelopment of the male genitalia هو slide رقم 12. بالبداية genitalia يعني كل جي مختصر كلمة genitalia، واحد يعني تانر stage 1. عندنا الصورة الأولى هي pre-adolescent، بعدين 2 lengthening of the penis يعني أول علامة تبدي بالجينيتاليا هو lengthening of the penis، بعدين نجي للستيج 3 تانر stage 3 هو further growth in the length and circumference، لحد الآن just length and circumference. يوصل stage 4 development of the glands and darkening of the scrotal skin، وبعدين المرحلة الأخيرة اللي هي G5 اللي هي تكون adult genitalia. اوكي هسه سلايد 13 بليز. واضح قدامكم السلايد عيني؟ اوكي دكتوره. اوكي هسه نجي الى الابنورماليتي اوف بيوبرتي، هو حكيت لكم عليها اثناء ما اشرح لكم، هي البريكوشس بيوبرتي. يعني بريكوشس بيوبرتي before the normal معناتها انه ال part of the reproductive system work before the normal age of puberty. احنا قلنا الفيميل تبدي بالثمانية والميل يبدي بالتسعة. لما تبدي ال sign of the maturity او sign of the puberty قبل عمر الثمانية in girl and قبل عمر التسع سنوات in boy، هاي نقول عليها a precocious a puberty. But they didn't do so because the hormone level are too low and this resulted in low GnRH secretion. هذه طبعا هنا مقدمة على البيوبرتي بالبداية، بس البريكوشس بيوبرتي تعريفها هذا السطر الثاني اللي هو development of the sign of the puberty before the age of 8 in girls and 9 in boys. طبعا تتقسم إلى قسمين أو تتصنف أو classified into two parts اللي precocious puberty. True يسموها central ويسموها GnRH dependence، يعني ثلاث أسماء نفس المعنى، من يقول true precocious puberty نفسها من يقول central precocious puberty ونفسها من يقول GnRH dependent puberty. هذه احنا ايش قلنا؟ قلنا الساين الاستيميليشن اوف ذا بيوبرتي تبدي بالسنترال ماتوريشن، سير ماتوريشن بالهايبوثالاميك بيتيتوري اوفريان اكسس انيشيت بيوبرتي. لما اكو في النيورولوجيكال كوز راح يصير ايرلي استيميليشن اوف ذا سنترال ماتوريشن جيفينج ايرلي ان ابروبريت جي ان ار اتش سيكريشن
and the causes of majority is unknown. يعني تقريبا فنسبة 90% هي idiopathic. ما حد يعرف شنو السبب. But they can be due to neurological cause. Neurological cause ممكن benign tumor, ممكن meningitis, ممكن encephalitis, ممكن أنواع tumors. تسوي early maturation. النوع الثاني من اللي precocious puberty يصحوا له pseudo أو peripheral أو يسموه GnRH independent. هنا شنو راح يصير uncontrolled gonadotropin or steroid secretion. الأسباب مالته عادة هرمون secreting tumor. طبعا التيومر ممكن بالأدرينال ممكن هواي gonadal tumor, adrenal tumor, HCG secreting tumor and so on. السلايد ال 14 يعني next slide please. هذه مخطط مقسم لكم البريكوشس بيوبرتي. طبعا البريكوشس بيوبرتي الى اسم اخر يسموها ايزوسيكشوال. مثل ما قلنا ممكن هايبو ثلاميك بيتري اكسس اكتيفيشن اللي هي نفسها ترو او يسموها جي ان ار اتش ديبندنت 90% ان جيل ايديوباثيك. ممكن سي ان اس انسلت مننجايتس تروما هايبوثلاموس. ممكن ليت تريتمنت اوف كونجنتال ادرينال هايبربليجيا. زين السيدو او الجي ان ار اتش اندبندنت هماتين هذا اللي ينصح له ميكون أوليبرايت تستوكسيكوسيس غونادال تيومر أدرينال تيومر هيباتوبلاستوما. هاي كلمة بينال تيومر المفروض تروح على اللي ترو. عادة البينال تيومر هذه ترو بريكوشس بيوبرتي. هنا أنا أكو غلط بالطباعة. زين كونجنتال أدرينال هايبربليجيا إن ميل أند سكس ستيرويد يعني إنجستشن. هواي تيجي مثلا بتها بعتي عمرها 6 أو 5 سنوات وما تدري وبالع حبوب مثلا هرمونز مال كومبايند اورال كونتراسبتيفز او اندروجين يعني ياتروجينك ممكن تجي سيدو ابريكوشس ابيوبرتي. اوكي نيكست سلايد. طلعتكم واضح طلاب؟ سلايد رقم 15. اي دكتوره واضح. اي واضح. اوكي زين شلون راح نسوي assessment in girl أو and boy presented with a precocious puberty يعني عندهم sign and symptom of puberty earlier. أولا history and examination لازم نعرف الأيج بالضبط مالتهم. طبعا الأيج نعتمد على تاريخ الميلاد وبعض الأحيان أكو مثلا دولة اللي هم مثلا عايشين بمكانات بعيدة أو أمهم uneducated أو ما يدرون بالدنيا طشت لو رشت. زين هذول عادة نسوي نشوف لهم البون ايج نسوي لهم ريست اكس راي نتأكد لازم الايج. ممكن هذه مو بريكوشيس ممكن العلامات هي بعمر البيوبرتي بس يجون مثلا هم ما يعرفون او ما يعرفون العمر بالضبط. بعد شو وقت بلشت ومنو اللي بلش ايرليير يعني من خلال هيستوري. يعني اذا تجي تعاني من بريكوشيس بلش جروث سبيريت بالاول او بلش المينارك ايرليير او بلشت hair and pubic hair growth pubic sorry and axillary hair growth. هاي من خلال الهيستوري. إذا عدها هيستوري مثلا مال CNS insult trauma meningitis صارت بعمر معينة. زين إذا مثلا ماخذ steroid ingestion أو ماخذ drugs in advance administration of فد drug معينة. إذا عندها adrenal tumor يعني هذه نأخذ complete history according to the cause. بعد الexamination نجي نسوي examination including the body mass index يعني نقيس الهايت والويت. And بالexamination نشوف the secondary sexual character. نبلش that according to Tanner stage يعني نشوفها هي بيا مرحلة بالتانر stage إذا بنية regarding breast and pubic hair development بالنسبة للميل. البيوبك هير اند الجينيتال ديفلوبمنت. زين بعد نسوي الترا ساوند. زين الترا ساوند ايش راح يفيدنا؟ راح يفيدنا اذا مثلا عندها تيومر خلينا نقول مثلا هيباتوبلاستوما ادرينال تيومر غونادال تيومر هاي كلها تبين بالالترا ساوند. زين بعد نسوي لها جي ان ار اتش استيميليشن تيست. ممكن نحتاج ام ار اي اند هرمونال اسي. GnRH stimulation test هو gold standard to identify central precocious puberty. زين طبعا هذا GnRH test شنو ياخذون multiple blood sample at different time ينطوهم GnRH ويسحبون منهم multiple blood sample at different time ويشوفون الليفل مال LH.
طبعا هذا اكسبنسيف وتايم كونسيومينج وطبعا انكمفورتبل بيشنت لانه هوايه ياخذون من عندها بلاد سامبل. هسه بالجديد قام ينطون سنجل جي ان ار اتش ويشوفون ال ال اتش ليفل. يعني قبل كان ملتيبل بلاد سامبل وملتيبل يعني ادمنستريشن اوف او ملتيبل دوزز اوف جي ان ار اتش. هسه لا بالجديد قام ينطون سنجل دوز مال جي ان ار اتش ويقيسون البلد سامبل مال الـ LH level. إذا لقوا عالي أكثر من 8 هو المفروض نورمال بهيك عمر جوا يعني الـ 8. إذا انطوا صار stimulation للـ ovary sorry للـ pituitary فيصعد above level معين هو ما مطلوب من عندكم تعرفون أرقام معناتها هذه central أو precocious puberty. treatments explanation and reassurance انه خاصه نقولها انه هذه تايم ويعني ما مش يخوف خاصه اذا كان idiopathic cause stop the cause of causative drug اذا هي كانت تاخذ درج معينه او removal of the tumor اذا مثلا عندها قلنا benign tumor او اذا adrenal او ovarian tumor removal the cause او اذا idiopathic just explanation and reassurance. أهم شيء psychological support لأنه هو يجون خايفين ومخترعين أو إنه يعني إنه بلشت menstruation earlier أو بلشت pubic hair earlier أو ينطون GnRH agonist. هذا إيش راح يسوي؟ هذا راح ينطي negative feedback وبالتالي يقلل السكريشن مال FSH and LH للبيتيتري والحد ما تبدي الأيج مال puberty. يعني إذا هي بلشت sign and symptom of puberty قبل الثمان سنوات ينطوه هي monthly dose إلى أن monthly dose إلى أن حد ما توصل العمر لبيوبرتي اللي هي عمر التسع سنوات يوقفوا لها إنه بتبدي puberty عادي أو علامات puberty بصورة طبيعية. زين هسه النكست سلايد اللي هو الاند اوف. تسمعوني طلاب؟ دكتوره بس سؤال. نسمعك دكتور. ايه تفضل دكتوره. البنايل جلاند هنا شو لها علاقه؟ يعني شنو رابط هذه بنايل تيومر؟ هذه بنايل جلاند موجوده بالبرين يعني مو بال اعرف بس قصدي شنو تاثيرها هنا يعني على الجين انه هي تكون الاناتوميكال بوزيشن قريبه على الهايبوثالاموس فيصير استيميليشن للهايبوثالاموس فيصير بريماتشور استيميليشن للجي ان ار اتش. يعني الميلاتونين راح يسوي الاستيميليشن؟ لا هو يصير استيميليشن اعتقد باي اناتوميكال افكت باي بريشر افكت يعني ما له علاقه بالهرمون اكثر شيء انه يصير يعني اناتوميكال افكت على 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 الجلاند ويصير بيها بريماتشور ستيميليشن تبدي تفرز جي ان ار اتش. يعني دكتوره مو هرمونال ستيميليشن؟ لا مو هرمونال. تمام شكرا. اوكي هسه عندنا سلايد رقم هاين. ليش ما انطينا انتاغونست قصدك الجي ان ار اتش؟ اي دكتور. لا هو احنا لما ننطي اغونست شنو الغرض منه؟ احنا ننطي جي ان ار اتش اغونست راح يخلي الليفل مال يزيد الجونادوتروفين وبالتالي راح يزيد الليفل مال اف اس اتش اند ال اتش من الانتيرير بيتيتري وهذا راح يعطي نيجاتيف فيدباك للهايبوثالاموس انه وقف الجي ان ار اتش الاندوجينوس. احنا ننطي اكزوجينوس جي ان ار اتش فهذا راح بالبدايه يحفز لنا الانتيرير بيتيتري بالبدايه يسوي ستيميليشن بعدين يسوي داون ريجوليشن. بالبدايه ستيميليشن يعني يحفزها انه تعطي اف اس اتش اند ال اتش زايد اندوجينوس اف اس اتش عند ال اتش هذا راح يسوي نيجاتيف فيدباك على الهايبوثالاموس انه ثبطي او انه توقفي جي ان ار اتش وبالتالي تتوقف الساين الاف اس اتش عند ال اتش سكريشن وبالتالي راح نوقف الساين ان سيمتوم اوف بريكوشس بيوبرتي. لان الاجونست يسوي بالبدايه ما يسوي راسا انهبيشن يسوي ستيميليشن وبعدين داون ريجوليشن. اوكي دكتورة احنا من البداية عندنا FSH و LH هواية ليش ما سويت نيجاتيف فيدباك من البداية؟ مو ذاك ال LH ال FSH هو اندوجينوس احنا راح ننطي اكزوجينوس. الاكزوجينوس هذا اللي هو الاجونست اللي هو الاكزوجينوس هذا بي
فالميزة إنه هو بالبداية إذاك يسوي stimulation وبعدين يسوي inhibition. السلايد رقم 17 the end of reproductive life اللي هو اللي يسموها الكلايمكتريك and menopause. طبعا الكلايمكتريك بيريد هذه هي البيريد قبل ما توصل مرحلة المينوبوز. احنا نعرف انه الأفرج ايج اوف مينوبوز تقريبا 50 لحد ال 55 سوري الرينج بعمر ال 50 الى عمر ال 55. الأفرج اكثر شيء طبعا 80% يصير بعمر ال 51. الكلايمكتريك بيريد هي ال years او few years تصير قبل ما توصل مرحلة ال end قبل ما توصل مرحلة المينوبوز. السلايد رقم 18 هرمونال تشينجز ذات ليد تو فيتشر اوف مينوبوز. طبعا البري مينوبوز عاده يبدي وراء عمر ال40 يعني يبدي من ال40 لحد ال50. تشينجز ان ذا منسترول سايكل راح يصير شورتنينج للفوليكولر فيس او اوفيليشن ايرلي اور ابسنت اند ليس يعني راح يصير اليوتيل فيس طويل والبروليفراتيف فيس يكون قليل او الفوليكولر فيس يكون شورتر. هذا الساين اللي او السيمتوم اللي يصير بالبري مينوبوز قبل ما توصل عمر المينوبوز تبدي من الأربعين لحد عمر الخمسين. طبعا less استروجين سكريشن راح يكون الاوفري ما راح تفرز لنا استروجين كميات زينه وبالتالي يصير less negative feedback so LH and FSH level rise. اول علامه تبدي من نريد نسوي الهرمون بروفايل راح نشوف شويه زياده بال LH and FSH زين. بعد FSH rise أيضا ليش؟ لأنه راح يصير lose of inhibition by inhibin. أيضا الانهبين راح يقل وبالتالي هذا اللي هو selective inhibitor للFSH وبالتالي FSH يزداد. بعد reduced fertility and طبعا بس still possible to get a pregnancy يعني مو معناته ما ممكن تصير pregnant. يعني أنا سعدي مريضات بعمر الأربعة ومانية وأربعين سبعة وأربعين صاروا pregnant بس هي بصورة عامة تقلل الفرتيليتي. احنا نعرف انه وراء ال 35 تقلل الفرتيليتي للنص طبعا من تعبر ال 40 راح تصير بعد اكثر. هذه كلها changes تبدي الى ان نوصل للايج مال مينوبوز. الايج مال مينوبوز هو cessation of menstrual cycle. الافرج ايج هو 51 but vary. الفيميل has run out of follicle يعني معناتها انه هذه الفيميلز نهائيا ماكو follicle عندها and راح يصير dramatic decrease بالاستروجين وبالتالي راح less negative feedback على FSH and LH so FSH and LH rise وبنفس الوقت الانهبيشن by inhibin أيضا يروح على FSH وبالتالي rise بالFSH. هذه من نسوي لها بهذا العمر هرمون بروفايل راح نلقى FSH والLH كلش صاعدات بالمقارنة بالبريمينوبوز يعني ذديك صاعدات بس مو كلش ليفلات عالية بينما بالمينوبوز لا راح يصعد FSH والLH صعود كلش قوي. هذه هنا هاي ليش هنا على الرغم من انه الاف اس اتش والالاي صاعدات يعني بهذا العمر بعد ما يصنع لي استروجين. شنو ما يصنع استروجين يعني العفو صيغ الاستروجين مستوى قليل كلش. هو احنا الاف الاستروجين هذه اكو عندك صوره السلايد اللي بعده انه الاستيميليشن طبعا اذا كلش هاي استروجين ليفل ينطي نيجاتيف فيدباك بس احنا نحتاج استروجين بانترميديت ليفل حتى يسوي ستيميليشن بس الاستروجين اذا صار عالي راح يسوي اكثر انهبيشن زين. يعني بمعنى انه قصدك انه هسه هي المفروض اف اس اتش وال ال اتش كلش عاليات بس ليش ما يشتغل الاوفري هذا قصدك ليش ما ينطينا استروجين وبروجسترون؟ مفروض احنا عندنا جي ان ار اتش عالي اف اس اتش ال اتش عاليات هذا راح يشتغل على الاوفري ينطينا استروجين اند بروجسترون صح؟ انه هم دول بالرغم انه الاف اس اتش ال اتش عاليات بس ما عندهم استروجين لان هنا راح يصير ايجنج للاوفري، الاوفري ما يشتغل كانما الاف اس اتش والال اتش يطخن بقاع يابسه تفهم شلون؟ ما هو شلون يصير الاف اس اتش راح يسوي فوليكولر جروث زين جروث تبدي تكبر وبعدين الجروث توصل اي حجم معين راح يصير بيها اوفيليشن ويطلع الال اتش صح؟ ها بالنسبه لل زين
فمعناتها شنو؟ معناتها انه الاوفري يبدي ما يشتغل، يبدي الاوفري يتعب او يصير بي ايجينج، فبالتالي شقد ما اكو ليفل عالي مال اف اس اتش والله اتش ماكو ما يشتغل. زين، لذلك اف اس اتش والله معدلات عاليه تصير. هذا السلايد راح يوضح لكم شلون يصير الانهبيشن على او شلون يصير النيجاتيف فيدباك لوست مال نيجاتيف فيدباك مال استروجين على اف اس اتش والله اتش، وايضا مال انهبين هو حكيته بالشرح قبله. الإفكت أوف مينوبوز، سلايد رقم 21، شنو الساين آن سيمتوم؟ عندنا فاسكولار أول شيء يبلش عندهم هوت فلاشز، تقريباً 80% يصير عندهم، ما يسمى هوت فلاش. هوت فلاش شنو؟ يعني فجأة تقول أحس يصير عندي حرارة وبوخة وأعرق، وهاي تجيني في 3-4 مرات التاكس خلال اليوم. Is the transient rise in skin temperature and flashes، صير يعني جسمها أو الجلد مالتها يصير أحمر وتحس نفسها مسخنة. طبعا هذا شلون نعالج الهيا؟ نعالج الهيا by estrogen treatment. So must be due to decrease in estrogen، ها عادة نتيجة قلة الاستروجين. دكتور بس سؤال ولا زحمة، دكتور ليش صير هوت فلاش؟ هوت فلاش هاي هي علامة من علامات المينوبوز، تصير عادة تنتج استروجين ديفيشنسي، انه يصير عندهم فازو دايليتيشن للفيزل، فتبدون يصير عندهم احمرار بالسكن، ويصير عندهم ان يحسون انه يصير، طبعا من يصير فازو دايليتيشن يعني معناته هاي بلط يوصل للتشيو، وبالتالي يحسون بالهوتنس او بالحراره او انهم مسخنين. تجد فازو دايليتيشن للبلد فيزل، فيصير هاي بلد فلو بهذا المكان، وبالتالي يحسون بالحراره. شكرا دكتور. لا بعد النيكست سلايد هو 22، الاستروجين سنسيتيف تيشو من عندنا اليوترس، من يقل الاستروجين ايش راح يصير؟ راح يصير ريجريشن اوف ذا اندوماتريوم، شرينكج اوف ذا مايوماتريوم، and shrinkage away to a very small organ، يعني يترس تحول إلى organ شبه rudimentary كلش صغير. زين، بعد thinning of the cervix vaginal rugi lost، راح يصير الفجينة smooth يعني ما بيها هذه الروجي، and less distensible، تكون يعني منطقة كأنما تتحول إلى fibrous tissue، تكون less distensible، تكون smooth. involution of breast tissue، زين، and changes in the skin, reduction in the bladder tone. Reduction in the bladder tone يعني ذول يصير عندهم incontinence، يصير عندهم urinary symptom، then يأثر على the bladder tone. أيضا changes بالskin نتيجة إنه الاستروجين اللي يدخل بالكولاجين اللي مسؤول عن skin integrity، ذلك يبدون تبدي التجاعيد تبين، يبدي حتى الهير growth يتأثر، يبدي النيل growth أيضا يتأثر. زين، بعد البون تأثير اللو استروجين ليفل على البون، البون ماس ريديوس باي 2.5% بير يير فور سيفرال يير، يعني كل سنة تبدي تخسر تقريبا 2.5 من البون ماس مالتها. لذلك هذول العرضة شي يصير عندهم؟ يصير عندهم ما يسمى بالاوستيوبوروسيس، اوستيوميليشيا اند اوستيوبوروسيس، اند يعني معناته يزداد البون ريزوربشن دان برودكشن، يعني راح يبدي بعملية هدم، ماكو بناء أو أكو بناء بس يكون قليل، يعني عملية الهدم تكون أكثر من عملية البناء. لذلك دائما نشوف أمهاتنا بعمر 50 بعمر 51 تبدي، أو حتى من تعبر 55 تبدي أول شيء تشكي من مفاصلها، رجليها، ظهرها، زين، تكون لابل فور فراكتشر، يعني أقل طخة أقل وقعة وقع ممكن تنكسر، لأن هنا يبدي يقل البون ماس، وتكون البون مالتها كلش ثن ما بي اي ماتريكس، وبالتالي تكون معرضه للفراكشر. الاوستيوبوروسيس يكون much greater in some than other، اكو ريسك فاكتور فور اوستيوبوروسيس بالاضافه الى استروجين ديفيشنسي، يعني تزداد ذول اللي هم على كرونيك ستيرويد يوز، اللي اكثر شيء بالسموكر، الاميون كومبرومايز بيشنت، تزداد عندهم البون لوس اكثر من النورمال. وطبعا هي تعتبر الميجر ريزن فور فراكتشر ان ليتر لايف اند كان بي ليميتد باي استروجين ثيرابي. ذول مثلا تشوفوا دائما النسوان بعمر ال80 توقع ينكسر مثلا الحوض مالتها او ينكسر الفيمر
هذه دول يصيرون في pathological fracture أو يصير fracture نتيجة للأوستيوبروسيس. يعني دول الكبار بالعمر خاصة اللي يعبرون الخمسين، إذا نسوي يعني إكس راي راح نشوف البون كلها عبارة عن سواد، يعني كلش قليل عندها بون ماس، يعني عظام شبه خاوية. يعني هرمون ريبليسمنت ثيرابي طبعا هذول الاوستيوبوروسيس كل الساين مال هاي المينوبوز من ضمنها الهوت فلاشز الجينيتورينري سيمتوم البون بروبلم كلها العلاج مالتها هو استروجين. وطبعا الاستروجين واحدة ما نقدر نعطي، يعني احنا المفروض ننطي استروجين لان هو كل هذا بسبب الاستروجين ديفيشنسي. بس بنفس الوقت من نقول نعطي هرمون ثيرابي ما ننطي بس استروجين، لازم ننطي ويا بروجسترون، لان اذا انطينا استروجين واحده زين هذه احنا ما نحل لها مشكله، صحيح راح نحل لها مشكله الاوستيوبروسيس او نحل لها مشكله الهوت فلاش، بس بنفس الوقت تكون لايبل فور اندوماتريال هايبربليجيا اند اندوماتريال كانسر، لان هذا راح يشتغل على الاندوماتريوم والاستروجين ويسوي هايبربليجيا وممكن اندوماتريال كارسينوما. لذلك كل استروجين should be counterpart by بروجسترون، خاصة إذا اعطيناه سيستميك، يعني إذا أخذته على شكل حبوب. اللوكال يكون أقل إفكت. الاستروجين ممكن نعطيه أورالي أو توبيكالي باي باتش أو جل، يعني مرات مثلا هذول يجون عندهم دراينس فاجينال دراينس، عندهم يجون يورينري سيمتوم إنه دائما ريكورنت يورينري تراكت إنفكشن، فممكن نعطيهم توبيكال topical استروجين. هذا topical استروجين absorption يكون local، وبالتالي systemic side effect مال الاستروجين تكون قليلة، يعني ما نحتاج نعطيهم بروجسترون ويا. بس إذا أعطيناهم oral استروجين مرات فور أكو هواي يجون يريدون ال cycle تبقى، يعني continuation of menstruation، فتقدر تأخذ cyclical استروجين عند بروجسترون تبقى cycle عندها حتى بعد المينوبوز. دولة لا، إذا أعطينا استروجين لازم نعطيهم ويا بروجسترون، لأن مثل ما قلت لكم أكو ريسك مال إندوماتيريال هايبربليجيا إذا أعطينا إستروجين ألون. دي إستروجين كان ليميت أوستيوبروسيس، لكن هسه بالجديد أكو فت أشياءات جديدة عوضت عن الإستروجين اللي هي ما يسمى بالبيس فوسفونات. هذه فد نوع من الدراجز راح تعوض البون دينسيتي، تعوض المينرالز والماتريكس مال البون، وهي راح تكون لس ريسك أو أقل خطورة من الهرمونز اللي هو الإستروجين. طبعا اكو هوايه الينيدرونيت بسفوسفونات حتى موجود هسه عندنا بالسوق ممكن نستخدمه. وطبعا هوايه انتم مثلا امهاتكم خالاتكم عماتكم باعمار دائما نعلمهم انه دائما ياخذون فيتامينز خاصه فيتامين دي 3، ياخذون كالسيوم اكثر شيء كثرون من مشتقات الالبان تفيدهم، ياخذون هذا البسفوسفونات. الرياضه الويت بيرنج اكسرسايز، يعني مو رياضه تركض لا، يسموها ويت بيرنج، يعني انه مثلا دائما ذني الدمبلز مال الاثقال، وطبعا يفضل انه الرياضه على الاقل ساعه ساعتين بالاسبوع وياها الكالسيوم والفيتامين دي 3 وهذا البسفوسفونات راح هواي يتجنبون مشاكل الاوستيوبروسيس، يعني هواي خطيه للنسوان الكبار يعانون من هاي المشكله. قبل كانوا يقولون اكو علاقه ما بين الاستروجين والكارديو فاسكولار سيستم، انه على اساس انه الاستروجين هو بروتكتيف، هسه بعد هذه انشالت من الكتب لقوا انه ماكو ريليشن ما بين الريسك مال كارديوفاسكولار ديزيز والاوستيوبروسيس، لذلك بعد ماكو بعد توصيات ريكاردينج. قبل كان يقولون يعني اخذوا انه شغلات اللي تقلل اللو دنسيتي لايب بروتين واللي تكثر الهاي دنسيتي لايب بروتين، هسه بعد لقوا انه ماكو فد ريليشن ما بين الكارديوفاسكولار ريسك والاستروجين ديفيشنسي. اوكي اكو احد عنده سؤال؟ اي دكتورة، يعني من ورا المينوبوز هاي الخفصة كلها تصير بجسم الفيميلز اللي هي البون لوز والهرمونات وما أدري، يعني قاعد نازل زين، ليش يعني الفيميلز يعيشين أكثر من الميلز بالأخير؟ منو قال الفيميلز يعيشين أكثر من الميلز؟ هاي شنو عن نتيجة الدراسة يعني؟ أي إحصائيات؟ أي مو أنت لا تنسى إنه الميل عندهم الريسك مال كارديوفاسكولار اكثر، غالبيه ترى هالسدث اللي هو كارديوفاسكولار انسلتس، يموتون بسبب مثلا الحوادث، يموتون بسبب مثلا غالبيه الميل مثلا سموكر، غالبيه الميل يعني. بس هي ما قلت لك اني راح تموت، يعني انا قلت لك معرضه لفراكتشر، قلت لك انه معرضه انه مثلا تبدي علامات الايجنج عليها ايرليير زين. احنا ما ذكرنا انه المينوبوز له علاقه بسيستم
مثلا معين وممكن يأذيها، وممكن تكون انه هي او قصدي ما يأذيها وممكن تكون تعيش اكثر او هذا ما لا ماكو فد ربط بين موضوعنا وبين سؤالك، بس هو ان جنرال اعتقد انه يعني انا حسب ما اعرف انه دول يصيرون اكثر للكارديو باسكولار انسلتس الميل اكثر من الفيمال، لذلك يكون عمرهم اقصر. شكرا لك دكتور. العفو. اكو احد بعد عنده سؤال؟ ست كاتبتك النسوان يعيشن متخليني يعيشن. لا بس يعني هواي معقدات يعني احنا بسيطين جدا يعني شويه صعب حتى دراستكم. قصدك يعني انه التشينجز اللي يصير يعني بالفيميل ان جنرال تكون صعبه، يعني تشينجز يعني ا ليفل اوف ذا سيستمز ا ليفل اوف هرمونز تكون اكثر معقده من انتو اتش الدنيا محتاجه. اي بس هذا يعني مو معناته انه هي تكون عمرها اطول او الى علاقه، لا هي بس هي بصوره عامه المفروض يعني هي احنا ثقافه مجتمع انه تبدي الهرمون ثيرابي بعمر 35، يعني بعمر 35 ليش برا تشوف برا اكو نسوان توصل لل 150 للعفو لل 105 لل 100 لان العجايزهم والكلش هذول يبلشوا لهم هرمون ثيرابي من عمر يعني من عمر ال 35 سنه او من تعبر ال 40 بلشون هرمون ريبليسمنت ثيرابي، لذلك تشوف شعرين حافظن عليه السكن انتجريتي مالتهن حافظن عليها، حتى طبعا اكو ربط ما بين الاستروجين ديفيشنسي وما بين الديمنشيا، يعني هسه احنا نشوف نسواننا بعمر ال 50 60 تبدي تفقد الذاكره وتقوم تبدي زهايمر وتبدي تسمن وتبدي اسنانها كلها توقع واظافرها تشون اكثر يعني زين. بعد شو سوى هاي رب العالمين راح يعيشنا يعني ما ادري يعني يعني قصدي هم هناك لذلك تشوفهم هم يطولون لان يبلشوا لهم هرمون ثيرابي وهذه الاكسرسايز. احنا هنا لا نسوان خطيه ليش يعني هواي نسوان دا يموتون بعمر مبكر ليش انت عندك احصائيات تقول هسه النسوان تعمر اكثر من الرياجيل؟ اي طبعا دكتور. زين احصائيات على مستوى مثلا على مستوى العالم زين بالنسبه لمجتمعنا احنا يعني على مستوى العراق او مستوى خلينا نقول الوطن العربي او على مستوى الشرق الاوسط اكو احصائيات هسه تقول انه الافرج ايج مال الفيميل اكثر من الميل او انهم يموتون راح احنا ندخل بياز بالموضوع ما يصير نختار منطقه محدده لازم نختار كل مكان حتى اني وياك بس هسه احنا على مستوانا انت هسه خلينا نقول مو احنا ما قاعد نسوي ستدي حتى اقول لك انه هذا ستاتستيكال لا مو تيجي انت عندك ستدي اكو ستدي موجود لا قلت لك يعني اكو يعني مثلا انت قاري او شايف فد ريبورت او شو اسمه انه مثلا هنا هسه النسوان تعمر اكثر من الرياجيل يعني بالعمر اي دكتور هو شايف يعني اعتقد العلاقه بالكارديو فاسكولار سيستم يعني لا يمكن احنا يجوز لين حروب لو احنا شويه عندنا اجريشن بسبب التستوستيرون بالموت بسرعه ما ادري التستوستيرون شو العلاقه بالموت يعني مو شوف يعني احنا نصير اكثر وحشيه فنعرض روحنا الحوادث اكثر بينما يمكن بنات قاعدات واحد هلا دكتور المحاضرة خلصت بعد هاي يلا اوكي يلا ها هي عين تمام يلا نشوفكم بخير دكتور مع السلامة في مال لا دكتور مع السلامة هلا في مال